معكم معنا أعزائي المشاهدين في حصتكم المحبوبة حلوة الحباب. معكم ليلى واليوم حلوة جديدة. اليوم حلوتنا هي حلوة تشبه لك خاكلة، على البرة حلوة جافة وعلى الداخل ألي مويلز طرية. باش نحضروا هذه الحلوة نحتاجوا 400 غرام سكر غلاس، على بالي راح تشوفوها 400 تقولوا بزاف، لكن هذاك هو يجي الذوق تاعها مضبوط. عندنا 4 حبات بيض، عندنا 95 غرام كاكاو، عندنا كاس زيت، وعندنا فرينة باش نطموها. يلا نبداو مع بعض. بسم الله. اذا نبداو نصيروا المقادير، خاطر هذه الحلوه حساسه شويه. بسم الله. اذا نبداو نديروا الحاجات الناشفه مع بعض. ندرنا سكر غلاس، نزيدوا عليه الكاكاو، على هذيك كميه السكر تاعنا كبيره، الله يخطرش تاني الكاكاو راهي كميه كبيره. حلوه هذه مليحه للقهوه، تحضروها تمتم. إذن درنا السكر غلاس، درنا الكاكاو، نزيدو لا فارين تاعنا، إذن صيرنا كل المقادير مع بعضها. قعدتنا عفوا لا ليفور، ديرو باكيت على ليفور. نحاولوا نهبطوا باسكو كل حاجه راهي موزونه، كل حاجه راهي بالغرام. اذا نعاودوا واش درنا، درنا سكر غلاس، صيرنا السكر تاعنا، صيرنا السكر تاعنا، زدنا له الكاكاو، زدنا له الفرينه. اذا درنا كامل الحاجات الناشفين مع بعض. هذا سكر غلاس تاع الديكور ما تشوفوش فيه. واش قعدنا؟ قعدنا الزيت وقعدنا البيض، خلطوا هادو ما قبل مليح. السكر غلاس مع الفارين مع الكاكاو هكذايا. دوكا نرميو عليهم الزيت، كما راكم تشوفوا سهله، ما فيها حتى حاجه صعيبه. هذا لانكونفينيون الوحيد اللي فيها، الحاجه اللي تعطلكم هي انها الحلوه هذه ما تقدروش تستعملوها تمتم، راح نشمخوها نديروا كاع المقادير، لكن لازم ترتاح. هذا هو لانكونفينيون الوحيد اللي فيها. ما تحتاجش هاد الحلوة ني لافاني ني حتى أغون، باسكو الكاكاو ريحتو شابة. راني نضرب فيه باش يجيني ساهل، ما يبركسليش في مع الفارينة تاعي. إذا كيما كنتو شفتو درنا كل المقادير مع بعض، مع الاخر شمخناها بالزيت والبيض. دابا كملنا 4 تاع البيضات اللي كانوا عندنا. كملنا كامل المكونات تاعنا، بسم الله نديروه لا بروميير فيتاس.
هاي لك عجينتنا، حصلنا العجينة لأن نحمسوا عليها، ما تطلبش هي الوقت بزاف. شوفوا كيفاش راهي العجينه، راهي ليكيد غدا بزاف. حنا واش نديرو دوكا؟ نعطيو لها ان طون دو روبو. العجينه هذه لازم تريح على الاقل زوج سوايع. حنا حنغلفوها بان بابي فيل ونخلوها في الفريجيدار تريح، من بعد باش نخدمو بها. فوالا كنحطها في الفريجيدار. انا مش هنخليكم تسناو زوج سوايع، انا البارح كنت حضرت هذه العجينه في داري وخليت لكم باش تشوفوها كي ترتاح كيفاش تولي. كي تكون جديده تكون سائله، كي ترتاح شويه تقدر تتحكم. هذا هو لو شارم تاع هذه الحلوه. اذا الحلوه تاعكم قلت لكم العجينه خليوها ترتاح على الاقل زوج سوايع. حنا نجيبو البلادو تاعنا، صدقوني هاد الحلوه شابه بزاف كما راكو تشوفوا. خليت لكم البلا من الاول باش يشهيكم باش تعاودوها معايا. اذا عندنا لاباط وعندنا سكر غلاس، واش راح نديرو؟ هنجيبو اون كويير اللي حبت الحبه كبيره على هكذايا، تستعمل لا كويير تاع لا كريم تاع لي غلاس، تعمر لا كويير ديالها وترميها لهنا. انا مانيش حبتهم كبار بزاف. واش ندير؟ درت غير بالمغرفه ونرميهم في سكر غلاس. كي نرميها في سكر غلاس نرمدها، نعطي لها لافون. لو كان ما نديرلهاش هكذايا ما نقدرش نحكمها، مازال تلاصق هكذايا. ونحط لها لو بلاطو، في لو بلاطو عفوا، لو فور تاعنا دايما 180. ندخلوها 20 دقيقه كيما الحلويات الجافه، تجي خفيفه، تجي على برا تقرمش وعلى الداخل طريه. يعني هكذا كي نديرها في السكر نتحكم فيها، انا تقدر نعطي لها لافور. وانتوما بالمغرفه اعطيو لها لا غروسور اللي حبيتو. وشنو ما تنساوش برك ملي كي راح تدخلوها الفوق الحلوه هذه راح تطيح، اذا بعدوهم على بعضهم باش ما يتلاصقوش. ما توزنوها ما والو، هكذايا غير بالمغرفه يجوكم ميزان واحد. فيها ريحه شابه، ريحه الكاكاو خفيفه. وتخرج لكم تعطيكم كميه لاباس بها. بعدوها برك الا ما خليتوهاش ترتاح ما تقدروش تخدموا بها، امبوسيبل تقدروا تكوروها هكذايا. وكي تزيدوا تدخلوها تولي لكم ورقه ما فيها والو. اذا تبعوا المكونات وتبعوا الطريقه تاعنا تنجحوا فيها ان شاء الله. نقول لكم حلويتنا كامل مضمونه، اللي ديروها تخرج لكم ان شاء الله. تبعوا معنا برك قناه بنا وتبعوا الحصه تاعنا خصوصا.
يعني الحصص تاعنا يخرجوا بصح تاعنا خصوصا. اذا هكذا كورنا الحلوه تاعنا، نغسل يديا وندخلوها الفرن. قلت لكم 180 20 دقيقه. اذا نتمنى ان حلوتنا تكون عجبتكم اليوم، ان كنا خفاف عليكم وتعاودوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. اذا الى اللقاء في ملتقى جديد مع حلوة الحبوب. السلام عليكم ورحمه الله.